زي ما قلنا الايد بتاع الفاشيول عشان تكمل اللايف سايكل لازم تنزل في ميه وتسنيل نسميها وتكمل اللايف سايكل. الهيدروفيس اللي قلناها امبارح لازم الايد تنزل في ميه وتلاقي سنيل تدخل جواها عشان تكمل اللايف سايكل. نفس الحكايه بالنسبه دي بصراحه انها مشتركه كل مشترك، فدي علشان تكمل السايكل لازم الانسان او الحيوان المصاب يديفيكيت في الميه في البحيرات عندهم بقى مش عندنا. تمام؟ الايد دي اول ما تنزل في الميه هي ده اللي هي عايزاه، بيبقى جواها جنين، الجنين ده اسمه ميرازيديا، هيروح زائق الغضب وخارج ويعوم في الميه علشان يروح يدور على السنين. خلاص؟ الجنين او الميرازيديا هيدور على السنين يدخل جواها ويتجلب ويخرج في شكل تاني خالص. الشكل التاني كان بيفتكر كده في الفاشيوله كان بودي وتيل سمبل تيل. في الهيدروفس كان بودي والتيل عليه ممبرين. هنا البودي والتيل بتاعه صغير قوي. خلاص؟ فدي السركاليا التيل بتاعها صغير عشان كده بنقول عليها مايكرو سيركل سركاليا. يعني السركاليا اللي لها سمول تيل. ده الشكل اللي خرج جوه السنين هيبتدي يهاجم الاسماك اللي موجوده في الميه زي تاني اسمهم ايه؟ كرابس وكرايفيش وشريمس. لما هيدخل البودي هو اللي بيدخل جوه الفلاش بتاع الاسماك والتيل بيبقى بره ويبقى اتكون لنا ستيج جديده اكثر بسركاليا ميتا سركاليا ومغلق نفسها كيس بنقول عليها انسيستد ميتا سركاليا اهي موجوده في الاسماك دي. هنا بقى تبتدي المشكله للانسان، اي انسان او حيوان هياكل الاسماك دي هيبدا على الانسيستنت من السركاليا دي الدور المعدي او الانفكتيف ستيج، الانسيستنت من السركاليا عارفه سكتها في جسم العيان لحد ما توصل للعنق وتعمل قدر. تمام؟ دي اللايف سايكل اللي موجوده في الكتاب عندكم، ايه اللي المفروض نعرفه؟ الفاينل هوست، يعني الهوست اللي شايل القدر بارازايت. بيبقى موجود فين؟ المكان اللي بيقعد فيه الأرض اللنج، يبقى الهابيتات هو اللنج. بعد كده اللي بنشخص العيان ازاي؟ نفحص السبيوتم او السول ونلاقي الاك اللي بمواصفاتها سايز شيب كلر كونتنت. تمام؟ بعد كده اليونج ستيج بيديفلوب فين؟ اول واحد السنين ويخرج لسه يونج يكمل ديفلوبمنت جوه الاسماك، يبقى الاسماك دي سكند انترميديت. تمام؟ فدي زيها زي الهيدروفيس، تلاقي اثنين انترميديت هوست يعني البارازايت واليونج ستيج بيكمل ديفلوبمنت جوه اثنين هوست عائلين. تمام؟ طيب نيجي بعد كده لازم نفتكر الانفكشن ستيج اللي هي الانفكشن البكتيريا والمود اوف انفكشن، اكل الاسماك دي نوت بروبرلي كوك يبقى نتعدي بالباراجون. نبتدي بقى ده لحد ما قلت ده كله بيولوجي، نبتدي بقى نهتم اكتر اللي يهمنا كاطباء نعرف ايه اللي بيحصل في جسمنا لما بناكل الانسيستد من السكريا دي لحد ما تبقى ادلت في اللنج بتاعتنا. Development of paradigma inside the body of infected you. يبقى هتبتدي وجبه الاسماك دي فيها الانسيستد من السكريا هتدخل مع اللحم بتاع السمكه هتوصل فين بقى؟ تعدي عن الصمك. سعره الاكل في الصمك ساعتين، كل اللي بيحصل يا دوبك الفيس وول بيدوب، الجاكس بيوس هيدوبه. الميتا السكريا دلوقتي هتخرج وهتعمل ايه؟ هتفلتريت الوول بتاع الانتستين على البيروتونيال كافيتي على الديافرام، تعمل فلتريشن للبلورا توصل لللنج باقي الارض. يبقى دي الرحله اللي بتحصل في جسم العيان لما ياكل وجبه سمك انفكتد. طيب بعد كده هنسال نفسنا كاطباء ايه الاضرار بقى اللي حصلت في جسم العيان لما الرحله دي تمت؟ الاضرار دي اسمها ايه يا دكاتره؟ باثوجينيز. تمام؟ اول حاجه بتحصل الدوده دي، دي دوده ورقيه بالجنب العين المجرده محشوره جوه اللنج تيشو، فاكيد الاميون سيستم هيبتدي يتصرف في انا قلت كده تقول عليا ولا حاجه. تمام؟ فالبارازايت دلوقتي موجود جوه اللنج تيشو، فالاميون سيستم هيعمل ايه؟ هيبعت له انفلاماتوري سيلز عشان تهاجمه، فهيحصل جرانيولوماتوس رياكشن اراوند ذا ورم. في الباثولوجي بيقولوا لنا دايما اي انفلاماتوري رياكشن بينتهي بديبوزيشن اوف فايبرس تيشو. خلاص؟ هيبتدي بعد كده يتكون الفايبرس تيشو ويبقى في كبسول تتكون حوالين البارازايت، هو ده السيست بوكس اللي احنا بنقول عليه. يبقى العيان في كابسول في اللنج بتاعته والكابسول عباره عن في فايبرس تيشو كبسوله كده والبارازايت.
البارازايت قاعد جوه. تمام؟ دي على فكره في مصلحه البارازايت لانه كده بيعزل نفسه عن الميون سيلز بتاعت العيان ويفضل قاعد بقى واخد راحته وتبتدي هو يطلع الاكس والعيان لما يجي يكح يلاقي القلب طالع مع السبيوتم، لو بلع السلايدر بتاعته ممكن يبدا القلب تنزل مع السطول والبارازايت قاعد في المكان ده عامل مشكله للمامز بتاعت العيان. تمام؟ دي الرحله اللي بيعملها، وزي ما قلنا برده في الفاشيوله السيستم ميتا سيركاريا بعضهم هم بيعملوا فينتريشن للهول بتاع الانتستين ويمشوا بيدوبوا في سكه، يبقى في منهم مش هينجح انه يوصل لللنج ويوصل للادر ستيج. البارازايت عمره ما يبقى ادر غير في الهابيتات اللي ربنا خلقه يعيش في الحته دي. فالسيستم ميتا سيركاريا اللي هتدوب هتروح في اي حته في جسم العيان هتبقى فرامينا صغيره عامله مشكله في المكان ده، وزي ما بقول لكم العيان ده تشخيصه صعب جدا جدا. يبقى هنبص نلاقي البارازايت كده ممكن يمشي كده ما وصلش للنم، ده اسمه اكسابك سايد. ما وصلش للنم اكسابك سايد. والمكان اللي هيتفشل فيه اليانج بارازايت هيعمل مشكله. تمام؟ يبقى دي كده الاضرار اللي بتعملها او اللي ممكن تعملها الفرامينا في جسم العيان. العيان بقى هيجي لنا شكله ايه؟ الكلينيكال بيكتشر. البارازايت موجود في اللنج، فاول حاجه هيحس بالم، هيقول للدكتور عندي تشست بين. تمام؟ ممكن يقول للدكتور انا بكح كحه مزمنه ما بتخفش، وممكن يقول للدكتور اللي بلاحظ ان السبيوتم اللي خارج لونه غامق بني، لو خدناه والدكتور بتاع التحاليل شافه تحت الميكروسكوب هيلاقي الاكس. ممكن لو الكمية السيستم ميتا سيركاريا كبيرة بحيث ان اللنج اتهدمت بأعداد كبيرة، ممكن الانفلاماتوري رياكشن تكون نتيجته انه يطلع فلويد يتجمع حوالين اللنج والعيان ده يبقى عنده بلورال انفيوجن. تمام؟ يبقى كده عرفنا ايه البارازايت بيديفلوب في جسم العيان ازاي؟ ايه الاضرار اللي عملها البارازايت والصورة اللي ممكن يجيلنا فيها العيان. نيجي بقى نشوف نشخص عيان الفرجاني ما ازاي اللي هو الدايجنوز. دايما الدايجنوز بتاع اي ديزيز يبتدي في عياده الدكتور من شكوى العيان، ده اللي بنقول عليه كلينيكال. وفي العياده بيبتدي السسبشن الشك انه احتمال يكون عنده المشكله دي او دي او دي، واللي بيكملها المعمل او يكملها الحاجات الحديثه اللي هي السونار المناظير اي حاجه على حسب نوع الباراداين اللي الدكتور شاكك فيه. فبالنسبه للدايجنوز كلينيكالي العيان هيروح للدكتور عنده تشيست بين، بيقول له عندي كحه، الكحه دي برودكتيف يعني معاها بلغه معاها سبيوتم، في كحه تبقى ناشفه يفضل الكحه مفيش حاجه بتخرج، انما دي برودكتيف كف. ولو اتكلم معاه هيعرف ان هو كان واكل سمك قبل كده، وهو ممكن يقول له كنت مسافر كنت فين، يعني بحيث ان هو يعرف ان هو جاي من منطقه فيها اصابات بالفرجات. كل ده بيحصل في عياده الدكتور، بيجيب له علاج على طول، لا بيبعته المعمل يقول له بقى ايه اعمل ستول اناليسيس، او ممكن الدكتور لو هو تقول له انا شاكك في الباراجونيوس دكتور المعمل بيبقى فاهم لانه طبيب، ممكن ياخد عينه من السبيوتم او الستول ويدور فيها على الاكس بتاع الباراجونيوس. والمعامل زي ما قلنا الكبيره المجهزه اللي فيها دكتور فاهم تبقى الايسيس اللي بيبص فيها تبقى جراديويتد عشان بيقيس المقاس بتاع الاكس، لان كل اكس لها سيرتن سايز وشيب وكلر وكونتنت، لازم يتاكد من كل الديتيلز الموجوده قبل ما يكتب ان هو عنده ديس بارتيكولار باراسيتيك انفكشن. تمام؟ طيب لو العيان جاي للدكتور في المرحله اللي هي الباراسايت لسه بيمايجريت لسه ما بقاش في ادلت، ولا او الادلت موجود لسه ما طلعش اكس، ففي الحاله دي لو حطنا السبيوتم او السول مش هنلاقي حاجه. يبقى البديل ايه عند دكتور التحاليل؟ ان هو يدور في جسم العيان على الافرازات اللي طلعها الباراسايت اسمها الانتيجين بتاع الباراجونيوس او الانتي بوديز الاجسام المضاده اللي كونها جسم العيان للباراسايت لما دخل جواه. دي بنقول عليها اسمها الايميونولوجيكال ميثود او الميونو دايجنوز. عندنا تو تكنيكس انا قلت لكم عليهم في الفاشيوله وهعيدهم برضه بسرعه، وثاني احنا في الباره مطلوب تقول اسم التكنيك بس. في تكنيك اسمه ELISA وفي تكنيك اسمه Complement Fixation Test CFT يعني Complement Fixation Test، دي هتاخدوهم في المايكرو بالتفصيل وهتسألوا عن التكنيك بالتفصيل في المايكرو. تمام؟ ممكن لو الدكتور في المعمل لو خد بلاد فيل ممكن يلاقي
الفيروكلز عاليه. لو لاحظوا كده الفيروكلز عاليه في الثلاثه اللي خدناهم لحد دلوقتي، الفاشيولا والليتروفل والباراجونيوم. ليه؟ لان البارازايت او الدوده دي بتهاجم الانسجه، فعلى طول الميون سيستم بيواجهها ان يفرز اعداد كبيره من الفيروكلز على اساس انها ممكن تهاجم البارازايت وتتكسر الفلتر عليها. تمام؟ نيجي بعد كده الوسائل الثانيه اللي عند تكاثر الاشعه، ممكن يعمل اكس راي على الشاشة ويشوف الشادو بتاع الباراجونيمس اللي موجوده في اللم. المفروض اللم دي تبقى اسود لانها مليانه اير، لو لقينا فيها بشره اوبيك كده معتمه يبقى ده على طول مكان الباراجونيمس اللي في اللم. دي الاكس راي، دي طبعا الاكس راي بلين العاديه دي موجوده من سنين. في الحاجه الاحدث اللي هي بقى ايه؟ الكمبيوترايز توموجرافي، ده بيوري السوفت تيشو، يبان الدكتور السوفت تيشو واضح ويقدر يشوف ايه البارازايت بطريقه اوضح. يا فندم؟ يبقى دي الايه الثلاثه ميثودز اوف دايجنوزز، والدكتور التحليل بيشتغل بأي طريقة على حسب العيان جاي له فين. لو العيان في المرحلة اللي بيطلع سبيوتا ولونه براون هياخده ويبص فيه، أو ممكن ياخد ستول سامبل ويبص فيه. لو هو ايرلي عن كده لسه القدس ما طلعتش اكس، أو بقاله فترة عنده الانفكشن والقدس بطلت تطلع اكس، في الحالة دي هيستدل على وجود الباراسايت اللي بيعمل ايه؟ ياخد عين بلاد ويفصل السيروم ويشوف السيروم دي الافرازات بتاع البارازايت اسمها ايه يا دكاتره؟ انتيجين بتاع البارازايت او الانتي بوديز اللي كونها جسم العيان للبارازايت. نشوف كده بقى ايه في السبيوتم او السول، هنلاقي الاج دي دايجنوستيك ستيج. الدكتور التحاليل لازم يبقى عارف كل الحاجات دي كويس قوي. السايز بتاعها 99 55 او 90 55، شكلها اوبن خلاص وشريتها سميكه، من فوق لها اوبركلر زيها زي بتاع الهيتروفيل زيها زي بتاع الفاشيولا. ولو بصينا على الكول الثاني هنلاقيه سميك شويه، وبعدين لونها غامق براون، وجواها لسه الجنين ما اتكونش خلاص، يبقى لسه في ماتيور اوما. الجنين اسمه ايه؟ ميراسيديا. يبقى دي الصوره اللي هشوفها الدكتور في المعمل بتاعه تحت الميكروسكوب. البديل الثاني قلنا النيورو دايجنوستيك تيست، يا اما هدور على الانتيجين او الانتي بودي. برضه هفكركم كده، اول تكنيك اسمه الايلايزا، بيجيب بليت، البليت ده فيه 96 وان، الوان الواحده يقدر يشخص بيها العيان الواحد. طبعا ده تكنيك سريع جدا وسهل ان هو نقدر نشخص عيانين كتير في وقت قليل. بنعمل ايه؟ بنجيب الوان ده ونبطن الوان الواحد بالانتيجين بتاع الباراجونيوس، والحاجات دي بقت جاهزه دلوقتي. المعمل يطلب البليت ده متبطن بالانتيجين بتاع الفاشيولا، ده بتاع الدروبل، ده بتاع الباراجونيوس، والدكتور في المعمل يا دوبك بيحط السيرم في الوان بتاع العيان. فادي الانتيجين مبطن النقط الحمراء دي، ده الانتيجين ده هيجي لنا جاهز. هو بعد كده هيروح حاطط السيرم بتاع العيان. لو ده عيان عنده باراجونيوس يبقى فيه انتي بودي، هتروح ماسكه في الانتيجين، هو لحد دلوقتي مش شايف اي حاجه، يروح حاطط حاجه ثانيه عباره عن انتي بودي ثاني شبه فيه انزايم. ليه شبه فيه انزايم؟ علشان يقدر يشوف الرياكشن ده حصل لازم يحط حاجه تكسر الانزايم اسمها ترانسبريت، هيلاقي اليوم اتغير، يوم يعرف ان السيرم اللي حاطه ده كان فيه انتي بوديز والتشين او السلسله دي اتكونت، يبقى فعلا ده عيان باراجونيوس. هو شاف هنا في السيرم ايه؟ شاف الانتي بوديز بتاعت الباراجونيوس. ممكن بالطريقه الثانيه بقى بيجيب انتي بودي برضه بيتباع جاهز، انتي بودي مخصوص اسمه مونو كلونال انتي بودي، هشرحه في المايكرو بالتفصيل، ويحط السيرم بتاع العيان. هنا عايز يشوف السيرم ايه؟ الافرازات بتاع الباراسايت الانتيجين. لما هيمسكوا في بعض لسه مش شايف حاجه، هيحط انتي بودي ثاني شبه فيه انزايم، ويحط حاجه تكسر الانزايم عشان اللون يتغير ويقدر ايه الدكتور يشوف فيه انتي بودي او لا. فهيبقى البليت بالشكل ده، الوالد اللي اتغير لونها ده عيان عنده باراجونيوس، الوالد اللي فضلت لونها مفيش حاجه يبقى معناها ما بيشتك كل مره كله بينزل، مفيش انتي بودي تمسك وتعمل سلسله. تمام؟ ده طريقه عمل تاني بفكركم، احنا في الفرح هتقولوا انزايم لينكد نيورو سولفنت اند سيل، بس انا احب ما احفظ حاجه افهمها.
التكنيك الثاني بقى اللي في المعمل ممكن يعمله اسمه كومبلمنت اكستنشن تيست. بيعمل ايه الدكتور؟ بيروح جايب السيرم بتاع العيان وحاطه في انبوبه كده، بيروح حاطط عليه الانتيجين بتاع الباراجوينا ويحط عليه الكومبلمنت برضه متحضر في المعمل. لو السيرم ده فيه انتي بوديز خلاص، لو السيرم بتاع العيان ده عيان فرجان فيه انتي بوديز، الانتي بوديز هتعمل ايه؟ هتروح ماسكه الانتيجين والكومبلمنت مع بعض ويبقى المنظر كده. يبقى عمل ايه الانتي بودي؟ عمل فيكسيشن للكومبلمنت، يبقى ده فعلا عيان عنده فرجان. نفس الاحتمال الثاني، اجي حط السيرم بتاع العيان في الانبوبه وحط الفرجان انتيجين وحط الكومبلمنت تمام، بس السيرم ده ما فيهوش انتي بوديز، فبالتالي مفيش حاجه هتفكس وهيفضل كده. يبقى طالما الكومبلمنت ما حصلوش فيكسيشن يبقى ده مش عيان فرجان. تمام، مطلوب مننا نعرف كومبلمنت فيكسيشن ده وبس. نيجي بقى للبلاد، لو خد عينه بلاد هيلاقي الزينوفيلز عاليه بنسبه اكتر من الطبيعي بنسبه 20-25%. نيجي للاكس راي، الادي اكس راي عاديه اهي، الاسود ده هيلاقي فيه بوتشتين كده 3-4 على حسب كميه القدر. التكنيك الحديث اللي هو ده يدخل بقى ويبتدي يصور صوره مجسمه وتفاصيل اكتر، ويقدر يعرف طولها قد ايه وسمكها قد ايه، كل الديتيلز دي الحاجه الحديثه توازي الاكس راي التقليدي. كده خلصنا الميثودز اوف دايجنوزز اوف باراجونيا. العلاج ايه؟ كلمة واحدة، برادي كوانتات اللي احنا عالجنا بيه الهيدروس. تمام؟ ودايما العيان بعد ما بياخد العلاج بيبتدي يقف تطلع الورمز نفسها. دي دليل على انها قدرت الجسم يتخلص من الباراجونيا. كده تقريبا خلصنا كل المطلوب نعرفه بالنسبة للباراجونيا. يتفضل بقى كلام سهل قوي، ليه الباراجونيوس بتنتشر في حته محدده؟ طبعا ممكن نقول دي من غير مذاكره، لازم يبقى في عندنا اسماك مصابه، ولازم يبقى الميه فيها القواقع اللي يقدر يكمل الانفكشن، ولازم يبقى الناس عندها باد هابت، عادات سيئه انها بتاكل الاسماك مش بروبرلي كوكت. تمام؟ وفي يا جماعه كمان حاجه، الاسماك دي المفروض ان كتير من الستات البيت بتاخد السمك وتنظفه في البيت قبل ما هي ما تعمل الكوكي. التنظيف ده لو هي مش واخده بالها ممكن تبقى ايديها مليانه بالمسدسات السكريه وهي بتنظف الفيش، ممكن الادوات بتاعتها الحلل او الطبق او الوات ايفر اللي بتستعمله في التنظيف ده ممكن يبقى كونتامينيتد. لو ما اهتمتش انها تغسل ايديها وتغسل الادوات بتاعتها ممكن برضه المسدسات السكريه تبلعها. يبقى مش شرط ان هي مجرد تاكل وجبه السمك بس، البيهيفير والهابتس بتاعت الناس ممكن تخلي الانفكشن تتنقل. تمام؟ كل دي اسمها الابيديميولوجي. يبقى انجكشن اوف رو اور انكمبليتلي بيكلز، يعني حاطين عليه مخلل او حاجه كده، لان على فكره يا جماعه في الشرق الاقصى واليابان والحته دي بيحب قوي ياكل اسماك نيه، يحطوا عليها شويه توابل وحاجات كده وياكلوها. وساعات يجيبوا السمك ني ويحطوا عليه انواع من الخمور او حاجات فيها الكحول ويبتدوا ياكلوها. خلاص؟ واي يعني خمور، براين سوك انفكتد كراب حاجات فيها برضه خمور، ليه كرابز والكراي فيش والشريكس ويبقى طعمها جميل قوي وياكلوها. طبعا احنا هنا في مصر عندنا في جابانيز ريستورانت وتشاينيز ريستورانت وبيبيع الاسماك دي، فممكن قوي المصريين يبعدوا بيها. تمام؟ لان هم بيطبخوا بنفس الطريقه بتاعت الاسماك بتيجي من بلادهم وبتطبخ، واحنا برضه المصريين ابتدينا نخش الشاينيز ريستورانت والجابانيز ريستورانت وممكن ان احنا نتعلم. يعني لازم يبقى الباراسايت ده او المايند دي واحنا بنتكلم مع العيال. خلاص؟ في بقى معلومه مكتوبه في الكتاب، يعني انا شايفه ان انا مش لذيذه قوي بس لازم نقولها بما انكم بتتابعوا الكتاب. بيقولوا ان في انواع من الانيمال خصوصا البيبل بيبقى بتتعدي لانها كانت اسماك، بس البارازايت بيبقى قاعد فيها بصوره ساكنه خالص، وما الانفكشن ما بتتنقلش غير لو كان البيت المصاب ده او الانيمال المصاب. الانيمال اللي البارازايت قاعد فيه بصوره ارستد يعني صوره ساكنه خالص بنسميه باراسيتيك هوست. عشان لو قابلتوا الكلمه دي في الكتاب، يعني ايه باراسيتيك هوست؟ يعني في حيوانات مصابه بالباراجونيوس مش عامله قلق في اللنج ولا حاجه، دي موجوده في الفلاش بتاعتنا صوره يام وساكنه خالص. لو حصل ان احنا كلنا الانيمال ده ممكن هي إيه نتعيش. طبعا دي بتحصل هناك عندهم في بلادهم،
فيش ولا شريط وصب البارادايم. فلما بياخد الهيستوري بيعرف ان هو كان وجبه بيت افور مصل لحم خنزير وكان فيه انفكشن بس ان ان ادريستد فورم، يعني في صوره كامله وثابته خالص. تمام؟ زي ما قلت لك ممكن اثناء البريباريشن اوف فيش انجست الميتاسيركاليا من الايدين الملوثه كونتامينيتد هاندز او اليوتنسلز اللي هي الادوات بتاعتها الملوثه. هاو تو كنترول بقى اظن حاجه سهله قوي. اهم حاجه نعالج العيانين اللي هم بيتفكيت في الميه وبيلوثوا الميه ويحطوا الاكل فيها. بعد كده الكرابس والحاجات دي نعمل لها بروبر كوكينج قبل ما ناكلها، ونعمل هيلث ايديوكيشن عشان يفهموا العادات بتاعتهم هي اللي بتخليهم يبقوا انفكتد، ونرش حاجه في الميه تموت السنيلز علشان السايكل تطلع. تمام؟ دي تقريبا كده خلصنا كل اللي موجود عندكم بالنسبه لل. بصوا يا جماعه اللي انا هقوله ده ده مش هيتذاكر بس علشان تزوم كبيره وابتدي بيها الاسبوع الجاي في المهم في المحيط. تمام؟ يا عشرين احنا ما كملناش نص ساعه لسه ساعه. اخر بارادايس في المجموعه اللي هي سيدان فلات وان بيس اللي اسمها الشيستوزوما. الشيستوزوما دي بقى بتاعت المصريين وعندنا من ايام الفراعنه، فيعني لازم نعرفه كويس قوي. البارازايت الشيستوزوما دي بتعيش فين؟ بتعيش في البلاد بيتر، فبنقول عليها بلاد فلوك. الفاشيولا كانت ليفر فلوك عشان بتعيش في الليفر، البيتروفس انتستاينال فلوك عشان بتعيش في الانتستن، البارادونيمس لانج فلوك عشان بتعيش في اللانج، نيجي للشيستوزوما بلاد فلوك عشان الادرس عايش جوه البلاد بيتر. خلاص؟ ادي لو تصورنا ده بلاد بيتر، ادي الادرس الشيستوزوما بتبقى موجوده بالشكل ده بتوين الارمين. الشيستوزوما دي ثلاث سلالات. أول سلالة شيستوزوما هيماتوبيوم موجودة عندنا من أيام الفراعنة المصريين مصابين بيها، وبعدين في النوع الثاني شيستوزوما مانسوناي موجودة في وجه بحر كده الإصابات في الدلتا في الحتة دي، وفي نوع ثالث من الشيستوزوما اسمها شيستوزوما جابونيكا. دي بنحط كلمتين عنها بس للمعرفة، إنما إحنا بنهتم بالشيستوزوما هيماتوبيوم ومانسوناي. خلاص؟ أظن لحد دلوقتي سهلة أوي. في برضه في الكتاب عاملكم ده اخر سلايد برضه هشرح لكم حاجه ثانيه. في الكتاب قايل ان الشيستوزوما دي بتختلف عن زملائها اللي هم الديتروفس والباراجونيمس والفاشيولا بشويه حاجات. كل اللي هقوله النهارده ده بيولوجي بس نفهمه وخلاص ونقفل بعد كده ونطلع اللي بعده. اول حاجه عاوزين نعرفها الشيستوزوما مختلفه عن المجموعه بتاعتها ايه؟ احنا قلنا ان الباقيين كلهم او اللي فاتوا كلهم ادوا داخلات وان بيس. لا الريماتود هنا بنلاقي الميل بارادايت لوحده والفيميل بارادايت لوحده، والميل فلات بس مبني كده وعامل جروب بنقول عليها كمان بتقعد فيها الفيميل، والفيميل ما هياش فلات خالص، ده الفيميل دوده اسطوانيه. يبقى برغم ان احنا بنحطهم من الفلات ويرز بس هم مختلفين او شاذين عن المجموعه بتاعتهم. خلاص؟ ادي اهو النيل مبني والفيميل قاعده جوه كده. ده ادي الفلات نيل وادي الفيميل اهي. الجروب او الكنال دي اسمها جاينيكو فارك كنال. ده شكل القدر وهو عايش في الدم بتاع العيان. خلاص؟ بعد كده الاسم اللي احنا شفناها بتاعت الفاشيولا كان لها اوبرجرام، بتاعت الجلوبس لها اوبرجرام، بتاعت الباراجونيمس النهارده لها اوبرجرام، لها قدر بيخرج منه الجنين. لو جينا بقى للاكس بتاعت الشيستوزوما مش هنلاقي الاوبرجرام ده، شرط عن المجموعه بتاعتها في ايه؟ لها شوكه سباين. تمام؟ نفتكر سوا كده، دي الاكس بتاع الفاشيولا والباراجونيمس واليدروس بالحجم. خلاص الفاشيولا دي اكبر مقاس. لو جينا بقى نشوف الاكس بتاع الشيستوزوما، شايفين ادي الاوبرجرام؟ شايفين؟ مفيش اوبرجرام، في ايه؟ شوكه. الشوكه بتاعت المانسوناي على جنب، الشوكه بتاعت الماتوبيوم تحت، والجابونيكا الشوكه صغيره ومتنيه كده. يبقى الاكس بتاعت الشيستوزوما مختلفه عن بقيه السريماتوز في ايه؟ ان ملهاش قطط والبديل لها شوكه. نيجي نشوف برضه الشيستوزوما مختلفه عن زمايلها في ايه؟ اللي احنا قلناها قبل كده دي بقى هتقول مكرره وانا ما قلتهاش كل البارازايتس قبل كده عشان اقولها مره واحده مجمعه وهنفهمها ونقفل عليها. احنا بنقول دايما ان البارازينيوم الجنين اللي خارج من الاكل بيخش جوه السنين يديفلوب ويخرج بصوره اسمها ايه؟ فرجه
جوه اي اثنين، يعني البراكيديوم اهو دخل جوه الاثنين هيكبر ويتمص كده ويتخلق جواه جيرمينال سيلز كتيره بيبقى اسمها سبوروزيس اللي يحب يقرا الكتاب، وبعد كده يطول اكتر ويطلع له اجنحه كده واسمها ريديا. الريديا دي الغدد اللي جواها دي فيوتشر سيركات، وتخرج من فتحه الولاده بتاعتها او البيرث بول تخرج. دي شكل السركاريا بتاع الفاشولا اللي لها سيمبل نيم بنقول عليها لابتو سيركل سركاريا. دي السركاريا بتاعت الباراجونيما اللي بتاعها صغير خلاص مايكرو سيركل سركاريا، ودي الثيل اللي عليه البرين بتاع الميتروفيس اسمه لوفو سيركل سركاريا. تمام؟ السركاريا دي بيحصل لها بقى بصوا على السركاريا بتاعت الشيستوزوما، اولا السبوروسيس بتاعها بيطلع سركاريا على طول، يبقى مفيش ريديا ستيج لو البارادايت بيتفرق في حد الشيستوزوما. وكمان لو بصينا للتيم هنلاقيه مشكوك، دي هتشوفوها سلايد في العمل. تمام؟ المفروض ان السركاريا دي بتعمل ايه بعد كده؟ بتتحول لستيج اللي هي اكثر سركاريا او ميتا سركاريا، وتغلف نفسها في سمول يبقى اسمها انسيست ميتا سركاريا. ده بيحصل في الثلاثة الأولانيين الفاشولا والباراجونيوس والميتروفيس علشان يبقوا معديين، إنما التركية دي هي دي الانفكتيف ستيج، هي دي اللي معدي على طول وبتخرم رجلين الناس اللي بيستحموا في الترعة. خلاص؟ يبقى أول حاجة في حالة الشيستوزوما اللي مفيش ريد ستيج السبوروسيس بتعمل التركية على طول، وثاني حاجة إن التركية هي الانفكتيف ستيج، إنما دول لازم يتحولوا للستيج دي اللي اسمها انسيستنت ميتا سيركاريا علشان تبقى معديه. خلاص؟ يبقى لو حد سالنا ايه الانفكتنج ستيج في اي من دول؟ الانسيستنت ميتا سيركاريا ما عدا الشيستوزوما. الانفكتنج ستيج بتبقى السيركاريا نفسها. تمام؟ يبقى بالتالي الحاجات دي اللي هي انسيستنت ميتا سيركاريا بتعيد ليها ازاي؟ باي انجكشن. انما بالعكس. انما السيركاريا دي بتعيد ليها ازاي؟ انها بنتريت بتاع العيان. كده خلصنا جزء البيولوجي، دي حاجه مش مفهومه علشان ان شاء الله الاسبوع الجاي ندخل بقى على الشيستوزوما دكاتره بقى المعلومات اللي اتكلمناها كده. شكرا.